من اخترع سماعة الطبيب؟ تعتبر سماعة الطبيب أداة طبية تستخدم للاستماع إلى الأصوات داخل جسم الإنسان، وبشكل رئيسي للقلب والرئتين، وقد اخترعها الطبيب الفرنسي ريني لينيك، والذي استطاع سنة 1819 باستخدام أسطوانة خشبية مثقبة نقل الأصوات من صدر المريض إلى أذن الطبيب. وتم تعديل هذه السماعة إلى أشكال أكثر ملائمة، بحيث تحتوي على أنبوبين مطاطيين يربطان قصعة الصدر إلى أنابيب معدنية تتصل بسماعات الأذن. ولد ريني لينيك في تاريخ 17 من شباط 1781 في فرنسا، وتوفي في 13 من أوت 1826، ويعتبر الطبيب الفرنسي الذي اخترع السماعة الطبية وأتقن فن الفحص السمعي لتجويف الصدر. واشتهر لينيك بدراسته لالتهابات الصفاق وانقطاع الطمث وغدد البروستاتا وأمراض الدرنة، وتخرج سنة 1804 وواصل بحثه كعضو هيئة تدريس في جمعية كلية الطب في باريس. كما كتب عدة مقالات حول تشريح المرض، بالإضافة إلى أنه أصبح مكرسا للكاثوليكية الرومانية، مما أدى لتعيينه كطبيب شخصي لجوزيف كاردينال فيش، وهو الأخ غير الشقيق لنابليون والسفير الفرنسي في الفاتيكان في روما. كما يعتبر لينك من الناس الذين قدموا أفضل رعاية للناس، وخاصة الفقراء، خلال الحروب النابليونية. في سنة 1816 تم تعيينه كطبيب في مستشفى نيكر في باريس، حيث طور السماعة الطبية. كان السبب في إلهام الطبيب اختراع السماعة هو حرجه من استخدام الطريقة التقليدية للتسمع الفوري على مريضة أنثى، وهي وضع أذن الطبيب على صدر المريض، ولهذا قام باستخدام ورقة وتدويرها كأنبوب للاستماع للنبض. وهكذا كان اختراع واحدة من أهم الأدوات الطبية على الإطلاق. كما كان لينك قد لاحظ، مثل ما لاحظ آخرون مثل ليوناردو دافنشي، أن الصوت يتضخم إلى الأذن البشرية أثناء مروره عبر الخشب. وفي سنة 1819 زود لينك الأطباء بما أطلق عليه العصا، وهي أسطوانة مجوفة مصنوعة من الخشب يصل طولها إلى 15 سنتيمترا، وتم تشكيل التجويف على شكل بوق، ولكن من أجل الاستماع إلى القلب يجب إدخال سدادة لجعل التجويف أسطوانيا.